إذن مع ثاني أيام المنخفض الجوي المملكة تنتظر تغييرات أخرى على الحالة الجوية اعتبارا من ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة. التفاصيل بعد قليل. بعدما كانت المملكة تحت تأثير الأحوال الجوية الغير مستقرة الناتجة عن المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية الباردة المرافقة له، تشير آخر البيانات التي تم تشغيلها عبر نماذج التنبؤات الجوية الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية المستلمة لمركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية أن هناك استمرار في تدفق للرياح القطبية بقوة نحو المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى إثر ذلك فقد تشكل منخفض جوي جديد وهو منخفض عميق قبالة السواحل اللبنانية يزداد تأثيره على المملكة بشكل تدريجي خلال الساعات القادمة أي ليلة الخميس على الجمعة. وفي ملخص الحالة الجوية المتوقعة كما نلاحظ هناك اندفاع لكتلة هوائية باردة جدا نحو المنطقة وهي كانت متوقعة منذ أيام، ولكن خلال آخر المعلومات الرصدية التي تم استلامها نلاحظ بأن هذه الكتلة القطبية تعمقت أكثر إلى الجنوب وعمل ذلك على تشكل منخفض جوي وذو جبهتين هوائيتين باردتين، الأولى ستعبر المملكة هذه الليلة في حين ستعبر الأخرى نهار يوم غد مسببة أحوال جوية قوية نوعا ما في بعض المناطق وفي نفس الوقت أحوال جوية ثلجية. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة لهذه الليلة حيث يكون الطقس خلال ساعات الليل الأولى قارس البرودة وغائما مع تساقط الثلوج على فترات، ولكن يتوقع بشكل تدريجي أن تنتظم الهطولات الثلجية في أجزاء واسعة من المملكة. لا يستبعد أن يكون الهطول الثلجي كثيف أيضا على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة مما يؤدي إلى تراكم الثلوج بما في ذلك أيضا أجزاء من العاصمة عمان. ويحذر ليلة الخميس من خطر شديد سرعة الرياح في أغلب المناطق والتي قد تصل سرعتها في بعض المناطق إلى ما بين 80 إلى 90 كيلومتر بالساعة، ومن خطر انزلاق نتيجة تساقط زخات البرد والثلوج، ومن خطر تراكم الثلوج خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. أعود وأحذر مرة أخرى من خطر الانجماد أيضا في طرقات المملكة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. على الخريطة أمامكم ترون أماكن و مرتفعات المملكة متوقع تساقط عليها الثلوج غدا الجمعة، ولا سيما في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية والتي ستكون الأوفر حظا من ناحية تساقط الثلوج حيث لا يستبعد أن تهب عاصفة ثلجية أو ثلوج كثيفة فوق أجزاء الجنوبية والوسطى من جبال الشرى لا سيما قرى نعمات ورأس النقب والهيشة وجبل مبرك، في حين بقية مناطق المملكة ستكون بها درجات الحرارة متدنية بشكل لافت وتبقى حول الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية. الطقس سيكون شديد البرودة وغالبا غائم ويتوقع بمشيئة الله تعالى تساقط الثلوج فوق أجزاء واسعة من المملكة والمدن الأردنية ويصحب ذلك حدوث العواصف الرعدية. ومن جديد ربما نقول بأننا لا نستبعد أن يكون هطول الثلوج كثيفا على فترات مما يؤدي إلى تراكمه. هناك أيضا سؤال يطرح دائما عبر قنوات التواصل الاجتماعي أهمها طبعا عن أماكن تراكم الثلوج وتساقط الثلوج على أي ارتفاع، السؤال هل 700 متر 800 متر؟ حقيقة في الرسم الموضح أمامكم نرى أن مستوى تساقط الثلوج كان نهار يوم الخميس على المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعا تقريبا عن 800 متر عن سطح البحر. سيبدأ مستوى تساقط الثلوج بالتدني التدريجي خلال الساعات القادمة وساعات ليلة الخميس على الجمعة ونهار الجمعة ليصل إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة ربما يضرب حاجز 200 متر على سطح البحر، ولكن هذا لا يعكس مدى قوة تساقط الثلوج إنما يعكس أن الأجواء قارصة البرودة وهي مهيئة لتساقط الثلوج في أجزاء واسعة من المملكة. أتمنى أن لا أكون قد يعني ما أتمنى أن ما أكون نسيت إشي عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، ولكن بشكل عام أتوقع هناك اشتداد في الحالة الجوية المتوقعة ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة. الأضواء تتجه باتجاه جبال الشراء غدا بعد الظهر، هناك توقعات بتساقط ثلوج قوي في تلك المناطق، التحذيرات واجبة والحذر واجب وفي جميع المناطق. أتمنى لكم من جديد ليلة بيضاء أينما كنتم، وأتمنى أيضا لكم غدا يوما أبيض. دائما تابعونا عبر arabiaweather.com. إلى اللقاء.